قسمت الوطن. غريب، هيدا أكتر ببو بيطول ليظهر. عفوا معالي الوزير، لكن ظهر الببو. عندي كم سؤال. ايه تفضل. ايه شو رح يصير بقصة هالزبالي؟ يا أخي من الآخر، في ناس عم تعمل دراسات، وفي ناس عم بتفكر، وفي ناس عم تستدرج عروض، وفي ناس بدها توقع بالأخير. إنه معقول توقع بلا ما تلحس إصبعها؟ شدي بابا، شدي شدي شدي. غريب، طول كتير. مو شي قولك؟ لا 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 لا، بتصير. طيب معالي الوزير، النفط والغاز أي متى الدولة بدها تبلش تستخرجهم؟ بصراحة إنه في تقريبا بشي 200 مليار دولار نفط وغاز ببحرنا. إنه معقول رؤساء وزراء ونفزين يستخرجوا النفط بلا ما يلحصوا إصبعهم؟ في حركة، بس مش لازم يطول. معالي الوزير، خط هالكهرباء اللي بيغذي المستشفى عندنا هون بضل معطل وبضل مقطوع. ممكن تحكي لنا حدا بهالوزارة؟ بركي ينقلوا لنا الخط لغير شبكة. تكرم عينك، بس مثل ما بتعرف هودي موظفين بدهم يلحسوا اصبعهم. اعمل حسابك. اعطاني ورقة. ورقة؟ ماما، هاي تشدي وتطحري على الفاضي؟ مش طالع غير ما إلحس إصبعي. سقافة لحس الإصبع مع الببو عم تطلع. بسمات.